ازيكم يا الناس، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن بعض الخطوات كده لو عملناها هنزود السعادة عندنا جدا، وهنعيش لحظات جميلة وسعيدة جدا جدا، ونحاول ان احنا نحسن مزاجنا بطريقة جميلة جدا وبطريقة لذيذة وخطوات سهلة جدا جدا. اول حاجة طبعا هنتكلم فيها على طول وبدون اي رغي، يعني علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه ان احنا هنخصص جزء للعيله، نحاول ان احنا نقضي وقت لذيذ مع العيله، ونحاول ان احنا نخصص كل يوم وقت كده نقعد فيه مع العيله. تاني حاجه نحاول ان احنا يعني نهتم بقى بمظهرنا بشكلنا برياضه، نحاول ان احنا يعني نهتم بصحتنا عموما وبشكلنا، ونخصص كل يوم وقت معين خاص بان احنا يعني ما نهملش ابدا في نفسنا، وان احنا نحافظ دايما على مظهرنا يكون كويس، لان ده بيعود علينا كمان في الصحة النفسية وبيخلينا نحس بسعادة كبيرة. تالت حاجة نحاول ان احنا بقى يعني نعيش لحظات زي ما هي، يعني نحاول ان احنا نعيش اللحظة زي ما بيقولوا، نحاول ان احنا منفضلش طول الوقت نفكر احنا ايه اللي ممكن يحصل بكره، ايه اللي ممكن، ايه اللي حصل قبل كده، ايه اللي نبدا بقى نفكر في حاجات كتيره عدت وحاجات لسه هتيجي، فبالتالي بيخلينا ده بيفقدنا المتعه ان احنا نعيش اللحظه اللي احنا عايشينها، لان اللحظات اللي احنا بنعيشها دلوقتي كده كده اصلا دي مش هتتكرر. فلازم ان احنا نحاول ان احنا يعني نقدر زي ما قلت قبل كده ان احنا نحاول نتحكم نعمل كنترول لعقلنا ومخنا، ان احنا نقدر نتحكم فيه، وان احنا ما نضيعش طول الوقت في فكرة ان احنا نقعد نفكر في حاجات قديمة، ونقعد نفكر في اللي جاي، ونقعد نفكر يعني طبعا اكيد كلنا لازم نفكر، والتفكير حاجة جميلة، وما نقدرش كلنا ان احنا نعيش من غير ما نفكر، بس فكرة ان هو مش طول الوقت، لان احنا لو عملنا كده بنضيع عمرنا كله في التفكير، وبنبقى مش قادرين نستمتع بالحياة ولا عارفين نستمتع باللحظات اللي احنا عايشينها دلوقتي. فبالتالي ده بيخلينا نحس ان احنا مش طوعدة، وبنحس ان احنا طول الوقت في طاقة سلبية، وان احنا يعني مفيش حيوية، مفيش لحظات ايجابية او لحظات سعادة بنعيشها. دي تاني، احنا قلنا كده خطوتين، فاضل خطوة أخيرة. نحاول احنا قلنا نستمتع باللحظات اللي احنا فيها دلوقتي، وقلنا نحافظ على مظهرنا كويس، ونحافظ على صحتنا، نحاول ان احنا نخصص وقت للعيلة. بعد كده نتكلم في فكرة الرياضة، دي حاجة أساسية. الرياضة على فكرة ليها فوائد كتير جدا، وكلنا عارفين فوائد الرياضة. الرياضة كمان غير ان هي بتقلل الشيخوخة، او بتخلي جسمنا كويس جدا ورشيق وهكذا، طبعا زي ما احنا عارفين الفوائد بتاعتها، كمان بتخرج الطاقة السلبية الموجودة في الجسم، بتخلينا نحس ان احنا كأننا بنتخلص في الوقت اللي احنا بنتمرن فيه او بنلعب رياضة فيه، بتخلينا نحس ان احنا حقيقي كأننا بنطلع الطاقة السلبية كلها الموجودة في الجسم، فبالتالي بتخلينا نحسن مزاجنا. بعد ما بنخلص اكيد طبعا بنتعب في وقت التمرين وبنبقى تعبانين وهكذا، بس بعد ما بنخلص التمرين بنحس ان احنا كأن كان في جوانا طاقة سلبية كبيرة واحنا خرجناها، فبالتالي بتحسن المزاج. طبعا بعد كده كمان لما بنلاقي جسمنا رشيق، وبنلاقي ان احنا يعني صحتنا بقت افضل، دي حاجة اكيد بتخلينا سعداء وبتخلينا مبسوطين وبتحسن مزاجنا. بعد كده هنمارس تمارين التأمل. احنا اتكلمت في التأمل قبل كده كتير قوي قوي، التأمل ليه فوائد كبيرة جدا، ده عايز له حلقة لوحدها، عايز له فيديو كده لوحده اقعد اتكلم فيه، لان فعلا حقيقي التأمل ناس كتير قوي بتغفل عنه، بس حقيقي من ضمن العادات المفروض تبقى اساسية جدا جدا في حياتنا، لان هو كمان بيخلينا يبقى صحتنا النفسية والذهنية تبقى صافية. لازم ناخد كده بريك كل فترة كده، ولازم نخصص وقت كل يوم او كل فترة نحاول ان احنا نصفي في ذهننا، نحاول ان احنا نتأمل في منظر طبيعي، نحاول ان احنا يعني نلعب بقى يعني يوجا. على فكرة اليوجا من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا، وبتساعدنا ان احنا نصفي ذهننا ونحس ان احنا بنفصل كده شوية عن العالم،
علشان بعد ما بنخلص بقى بنحس ان احنا كأننا شحنا روحنا كده شوية وبنرجع نحس بنشاط وبنحس بحيوية. وفكرة التأمل نفسها بتخلي الإنسان تخلي روحه كأنه روحه بتتغسل، سبحان الله، يعني بيحس براحة كبيرة جدا جدا نفسية، وبيحس ان هو يعني بطاقة إيجابية كبيرة، وبيحس ان هو عمل حاجة مفيدة جدا جدا ليه، لأن هي بتفيدنا روحيا ونفسيا. لأن كمان فكرة التأمل دي كمان مش مجرد عادة، دي يعتبر عبادة من العبادات، لأن احنا لما بنتأمل بنشوف صنع ربنا، فبالتالي بنسبحه، بنحس كمان، بنستشعر بالجمال حوالينا. فدي حاجة من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي لو داومنا عليها على فكرة هتفرق جدا جدا في حياتنا. طبعا بعد كده احنا قلنا كل دوت، والحاجة الأخيرة بقى اللي عايزة اتكلم فيها اللي هو ايه، طبعا انا مش دكتور التغذية، بس دي حاجة معروفة هي لازم من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا جدا وان تجربة، ان احنا ناكل اكل صحي، لان اللخبطة في الاكل كتير، يعني اللخبطة في الاكل دي بتبوظ الدنيا، بتبوظ جسمنا، بتخلينا يعني في كمان اكلات على فكرة، يعني انا في اكلات قريت عنها كتير، انا مؤخرا بقيت بهتم جدا ان انا اعرف في مجال التغذية والحاجات دي، فبحاول ان انا افيدكم بالحاجات اللي انا قريتها والحاجات اللي انا اتعلمتها. في اغذية كتير بترفع هرمون اسمه هرمون السيروتونين، هرمون السيروتونين ده اللي هو هرمون السعادة، بيفرز السعادة او بيعلي السعادة عند الانسان. فدي موجودة في بعض اكلات كتير قوي قوي قوي، زي طبعا الشوكولاتة، كلنا بنحب الشوكولاتة جدا وبنحس بحالة مزاجية جميلة جدا لما بناكلها، زي الشوكولاتة، زي الطماطم، زي المأكولات البحرية اللي هو الجمبري، الحاجات اللي هي الأسماك والحاجات دي، الموز، البروكلي، الفلفل الأحمر، فالحاجات دي في أكلات كتير قوي، أكلات صحية لو احنا داومنا عليها دي بتحسن جدا جدا من مزاجنا، وبتخلي جسمنا كمان صحي جدا، وبتخليه يعني رشيق ومفهوش أي ترهلات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون قدرت افيدكم في الفيديو، يا رب كده كلكم تعيشوا حياة جميلة وسعيدة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وريت سبسكرايب للقناة، ونورتوني جدا جدا جدا، ومرسي جدا جدا لكم. باي باي.